مقر جديد للمجلس الاتحادي الوطني لمريدي الطريقة التيجانية بباماكو، مناسبة تمت الإشادة فيها بالمبادرات التي يقوم بها الملك محمد السادس لتعزيز العلاقات القائمة بين المغرب ومالي، وخاصة في المجال الديني. الإسلام دين السلم والمحبة والتضامن والتسامح. في هذه المهمة النبيلة نحن سعداء باستفادتنا من الدعم اللامشروط لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله. ويطلع المجلس بدور هام في مالي، مكن من إبراز فعالية وحكمة والقيمة الكبرى لتعاليم الإسلام المعتدل. المغرب سيدعم دائما المجلس الاتحادي الوطني لمريدي الطريقة التيجانية، وسيبقى إلى جانب مالي ليعم السلام والتماسك الاجتماعي، وندعو لأن تنعم مالي بشكل دائم بهذا التماسك الاجتماعي من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وقد أثمر التعاون بين المملكة المغربية ومالي في المجال الديني عن تكوين مئات الأئمة والمرشدين والمرشدات. سأذهب أنا وفريقي إلى المغرب، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها أعلى سلطة في البلاد بقيادة أسيمي غويتا للحصول على اتفاقية ثانية لتكوين الأئمة الماليين في المغرب. ويعود إحداث المجلس الاتحادي الوطني لمريدي الطريقة التيجانية بمالي إلى العام 2011.